بندركا نتابع أقوى لحظات لقاء المولودية الوجدية. لا زال فريق شباب الريف الحسيمي يتسيد ترتيب فرق المجموعة الوطنية الثانية لكرة القدم برصيد 19 نقطة، فيما فريق اتحاد سيدي قاسم لا زال يعاني الأمرين في أسفل الترتيب بنقطة واحدة. الدورة الثامنة سجلت 6 تعادلات وانتصارين بالميدان وآخر خارج الميدان، فيما فريق النادي المكناسي كان في راحة خلال هذه الدورة. الصور هي من المباراة التي جمعت بين المولودية الوجدية الذي استقبل رجاء الحسيمة الصاعد إلى حظيرة المجموعة الوطنية الثانية، وكما توضح الصور مجموعة من فرص التهديف أتيحت للطرفين سواء في الجولة الأولى أو الثانية، لكن دون أن تستثمر هذه المحاولات إلى أهداف. المباراة انتهت بالتعادل بين الطرفين 0 لمثله رغم كثرة المحاولات. نحن الآن في الجولة الثانية، هنا إحدى أبرز المحاولات لصالح فريق المولودية الوجدية وتدخل جيد لحارس مرمى رجاء الحسيمة. بهذا التعادل فريق مولودية وجدة في الصف الثاني عشر بتسع نقاط، رجاء الحسيمة في المركز العاشر بعشر نقاط.